هي من خلال هذا الفيروس اللي كاين في كازا، من احسن باش يسبقوا العطله قبل من الوقت باش ما يتفشاش الفيروس اكثر من هكا. هذا الشيء اللي بغيت نقول من الايجابيات باش تكون العطله سابقه الاوان ديالها. يديروا التوعيه للتلاميذ والتوعيه للناس سوتو في المدرسه، وتكون واحد النظافه باش يوقيو من هذا المرض. خاص الوقايه تكون، خصهم يديروا لنا شي حاجه اللي يكونوا زعما باش يحدوا لنا هذا المرض ما ينتشرش وما ما يكونش في البلاد بزاف، وباش حنا نكونوا واقيين ونخافوا حنا على صحتنا وصحه وليداتنا وصحه الجميع. انا ضد المدارس توقف هذا المشكل اللي كاين دابا، لان ما عندناش معطيات ملموسه في ارض الواقع، وهذا الشيء الدور ديال وزاره الصحه اللي خصها تقول بمعطيات، ماشي غير هكاك باش يضيعوا هاد الوليدات في سنه، وحنا كيلاه كنكون عندنا حاله وهما كيقولوا بان قادين ميتريزيوها، دونك سي با لا بين تحل كل شيء. بيان سور دابا كاين توعيه دابا الحمد لله في وسائل الاعلام المختلفه، وحتى في الاشارات اللي ولاو في التلفازه، والناس واعيه، ولو احنا دوله اسلاميه كنعتقدوا بالله سبحانه وتعالى، كيقول لك اودي المسألة ما كتب الله الاخ، يعني كما كان الحال خاص طرق الوقايه تكون علميه وبواحد الطريقه حضاريه، ما يمكن ليناش نكروازيو لبرا ونقولوا هذا الفيروس ما غايجيش، دونك خصنا نديروا. وهذا الشيء الدور ديال الوزاره، هي اللي تكلف بعض المواطنين تفرق عليهم مثلا هاد بين قوسين الكمامات الى اخره، باش المواطن يحس بانه مواطن في بلاده ومحمي. هذا هو اللي لا انا ضد هذه الفكره هذه، لان الدراسه خصها تستكمل، ما كاين حل اخر، قدر يكونوا برامج توعيه، قدر بزاف الحوايج، اهم حاجه هي تقدر تكون امنوا بالله، يقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، داك الشيء اللي مكتوب لي غيوصلوا واخا يكون سادين عليه في الصندوق، فهمتي؟ يعني ضد الفكره، الانسان يكمل الدراسه ديالو، وحتى الدراري خصهم يوصلوا لهم هذيك الفكره، ما تخلعش ما تخافش، راه امور عاديه، وعلى ما اظن انا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الفيروس غيتحد هنا في المغرب. هذا رأي ديالي خاص، لان اعداد كثيره ديال الامراض غلبنا عليها حنايا المغاربه. كتبان لك الوزاره قايمه بالواجب ديالها؟ من طبيعه الحال الوزاره غتقوم بالواجب ديالها، هذاك كتحفظ، غتخاف على الدراري باش تحد من هذاك التجمعات وهذا، ولاني هذاك ديما كما قلت لك انا، هذاك رأي ديالي خاص بانهم يخليوا الدراسه غاده، ويكون برامج توعيه، ويكون برامج وقائيه، ونتمنوا من الله ان شاء الله ما نوصلوش لهذا النيفو هذا. السلام بالنسبه للدراسه، الدراري خصهم يبقاو في الدراسه ديالهم، ماشي اللي صنعها بنادم، الانسان هو اللي خصو يقرا، كتضيع لك ساعه ولا شو، هما زايدين عندنا هذه الساعه ديال الصباح باش يربحوا الوقت، الانسان غنضيعوا ليه واحد الوقت من هذوك البريفي يبقاو يقراوا، هذوك اللي كيخلصوا الفلوس مات هما غيحبسوهم، حتى هذوك اللي كيخلصوا البريفي وراه غادي يضيعوا لهم وقتهم، يا حنا خصهم يحبسونا من الخدمه ونتخلصوا من الحركه. هو كاع انا كنهز كلينيكس بيديه، يعني انا معرض للخطر، يعني وانا كنخدم وكنهز وداك الشيء كيبقى ديال الله، بنادم هو اللي يسالي كما كيقولوا يغسل يديه بالصابون، ملي يبغي ياكل شي حاجه يغسل ياكل، والدري راه خصها تكون بنادم والديه يقابلوه ويديه للمدرسه ويجيبوه وتكمل القضيه وما غيكون لا خطر لا والو. بحال التوعيات هادو كلينيكس، بحال بالنسبه لينا حنا كمامة ندكو الفاكسان، حتى حنا خصهم يعطيونا المسائل ديالهم. الدراري الصغار خص يكون داكشي في المدرسه، في المدرسه ملي تدخل الدري المدرسه، ومثلا نقولوا جات هاد الفيروس ديال كورونا، اسيدي داكشي نطبقوه في المدرسه على الدري الصغار باش يطلع الدري عنده واحد التربيه مزيانه، عنده تربيه مزيانه تيعرف بالله الحاجه اللي فيها الخطر ما خصوش يقرب له، خصو ديما يدير الاحتياط ديالو كما قلتي، ديما يغسل على حسب المعلومات اللي سمعناه واللي تتوصل واللي تنتصنتوا ليها، قالك ديما خصو يغسل الانسان يدو بالماء والصابون، في الماء يبغي يدير شي حاجه خصو يغسل بالماء والصابون. المرض سيدي اللي خرج بانه هو حنا كنا بكري في السنين ديالها تنقول ليه الطوفيس، لقلت الامطار كنا ثلاث سنين عامين ما كنشوفوش الامطار، كيكون هذا الفيروس تنسميوه حنايا الطوفيس، وكنعالجو غير بداك الشيء ديال العجوب اللي طويل ليه العمر راه كيبقى، واللي مشى راه الله تبارك وتعالى حدد ليه العمر ديالو، ان اراد بكم الله ان ياتي بكم وياتي بخلق جديد، الله تبارك وتعالى باغي كاع يدينا مجموعين وعطانا واحد سميتو عليه، ما عندنا ما نديرو في هذا سميتو عليه، المدارس يقراو التلاميذ
والدولة نحمد الله تعالى راه هي قايمة بالأمور ديالها كتجري باش تدير الأدوية إن شاء الله الرحمن الرحيم والعلاج، وغادي يكون الخير إن شاء الله الرحمن الرحيم، والإنسان ما يخافش ويدير الثقة ديالو في الله تبارك وتعالى وما غادي يخاف حتى شي حاجة، هادشي جا من الله تبارك وتعالى وصلات النوبة ديالو، ما نخافوش، الموت راه كاينة لا بالفيروز ولا بالفيروز، هذا هو الرحمن، وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.